لك يا عزيزي المتابع، ما فكرت بأنه يومك رح يجي رح يجي. انت أصلا ما لك ضامن تعيش يوم واحد بهذا الدنيا. ليش؟ لأنه الأعمار بيد الله تعالى، وكلنا بنعرف هذا الشيء. أصلا أنت بتعرف بعد ما تموت، أتمنى لو كنت قبل قاري نتفة قرآن أو عامل صلاتك أو أي عمل صالح بس مشان تاخد نتفة حسنات، لأنه بعدها فعليا ما رح فيك تسوي أي شيء. وإذا كنت مؤمن وإن شاء الله يعني رح تعيش بحياة النعيم، وإذا كنت كافر فالعكس تماما. وإن شاء الله جميعا نكون من المؤمنين الصالحين. بس قبل ما أخلص بدي أسألك سؤال.